قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم بلاده الراسخ للحليف الإسرائيلي الذي تقدم إليه واشنطن سنويا مساعدات بمليارات الدولارات، مؤكدا خلال خطابه الذي ألقاه أمام منظمة أيباك المؤيدة لإسرائيل في واشنطن أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة، وشدد على أنه سيعمل على هذا الملف خلال زيارته للسعودية بين الثلاثاء والخميس، حيث يشارك باجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. The United States has a real national security interest in promoting normalization between Israel and Saudi Arabia. We believe that we can, and indeed we must, play an integral role in advancing it. Now, we have no illusions that this can be done quickly or easily, but we remain committed to working toward that outcome, including on the trip I'm about to take this week to Jeddah and Riyadh for engagements with our Saudi and Gulf counterparts. وأكد بلينكين رؤية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إيران هي التهديد الرئيس لأمن الدولة العبرية، وحذر من أن رفض طهران سلوك طريق الدبلوماسية يبقي كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية، وندد بالأنشطة العدوانية لإيران في المنطقة وخارجها وكذلك بالعلاقات العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا، مشيرا لأن موسكو تزود طهران بأسلحة متطورة. وعلى صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نبه بلينكين في تصريحاته من أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة يضر بآفاق حل الدولتين، الذي لفت إلى أنه ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، داعيا لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني، معلنا أن بلاده قدمت مليار دولار لتل أبيب لتطوير القبة الحديدية.